أوه، السلام عليكم خالتي، إن شاء الله تكونوا لاباس. واه، كيما راكم تشوفوا راني في المنزل اليوم، إن شاء الله تكونوا على لاباس. واه، اليوم كنت نحوس في يوتيوب، لقيت في هذيك لاشين تاع الناس الغربة ولا أكمام تاع المهم تاع المغتربين، دار واحد الفيديو في باري، واحد زوج لجان معاهم مدام هي اللي كانت تصور. ايوا، ومن بعد تجوزت لهم التليفون وقعدوا يحكوا وقعدوا يبكوا، راك فاهم، وما رانا صايبين ونباتوا، وما رانا صايبين واش ناكلوا منا، وديك وديك وديك، ورانا نقاسوا. و تخلي البير بوغطاح، راك فاهم، ما يعلم بالصوالح هادو غير ربي سبحانه، راك فاهمني. هنايا كيما قال لك، الغربه تبيض الوجوه وتكحل القلوب، يعني انه الناس تشوفهم هكا شابين ولابسين مليح ويتصوروا على لا توريف على كلش، ماشي بالضروره انهم هاد الناس شبعانين ولا راهم شبعوا كرشهم ولا راهم يرقدوا مليح ولا راهم فاهم. هنا الاوروب هي تلمو اللي كاين كلش، ما تشوفش الغبينه في وجوه الناس، راك فاهمني، مي الغبينه دخلانيه. بون، ما عليناش، قبل ما نبداو في السوجي هذا، باسكو انا ماذا بيا نعطيكم نصايح، وماذا بيا تدو عبرة من التجارب، راك فاهمني، تاع الناس هادو. انا واحد العام كنت في طاليان، كنت في ميلانو بالضبط، ما نعرف حتى واحد، جيت جديد، جاي من سويسرا، راك فاهم، ما نعرف حتى واحد، عندي ساكادو وفيستا ويا منعش. وصلت فما، راني شافي، وصلت جوايا ميلان، وصلت الليل، واه وصلت الليل، كان المغرب، ما نعرف حتى واحد، خرجت من لاكار تاع الترا، ما نعرف حتى واحد، ما عنديش دراهم، كان عندي يا ربي واحد 70 اورو ولا في جيبي برك، تما نجي نتخلص اوتيل، تخلص اوتيل. المهم نكمل لكم، ندور، وحوست اوتيل، قلت بالك من بعد ولا تالي اللي لقيته راحت عند واحد شنوي، قلت له شحال الليله، قال لي 40 اورو، وبنعطي له 40، تقول لي 30، ما عنديش، يعني نيغوسيت معاه، هبطها لي حتى ل 25، درت حسابي انا 25 70 تبقى لي 45 واش دير لي، يعني مانيش عارف حتى شحال نقعد. والله ما خلصت هذيك الليله، راك تشوف زعما حاصل، والله ما خلصت ديك الليله. شتا درت؟ قلت لك في لاكاي في مالك شنو، قلت له بلي نزيد نشوف، اسمح لي، خرجت وراني نتمشى، تسيب روحك الدور غير في بلاستيك وحدك، الساكادو ما كان والو، كيلاوات من المشاكل. شتا ندير؟ دخلت لواحد الكارفور، راني شافي البرد، راني نقول لك فيفري قشم. ايا شريت، راني شافي زيتون خضر، وسمحوا لي على فوالا نحكي لكم زعما الواقع، انا ما نكذبش، شريت قرع عروج، والله العظيم يا خوتي، قرع عروج الكلاب وما يشربوهاش، الكلاب وما يشربوهاش. علاش شريت ديك قرعة تاع عروج؟ باسكو على بالي بلي نحبها برا، شوف ما كاش اللي بغاها، راك فاهم، ولا ما كاش اللي قال لي شد روح لاوروبا، راك فاهم، جيت انا نتحمل مسؤوليتي، ندبر على روحي. تعشيت، كان واه شريت تاني خبز، هذاك الزيتون خبز منا، ودخلت على ديك القرعه تاع الروج، يا ودي كلب، والله الكلب ما يشربها، مخنزاني نقول لك، على غير باش تسخن، باش تسخن وباش ما تحسش بالبرد. شربتها، درتها في راسي، راك فاهم، شغل نخطفت. رقدت في جاردة، في جاردة، شوف السماء قدامك هكا، كاش حاجة زعما تدرق عليك البرد ولا الجليد ولا، درت الساكادو تحتي ورقدت. تأمني، قول من 10 تاع الليل، 10:30 هكاك، حتى 3:30 الصباح، 3:30 الصباح البرد يقشم، اللي نقول لك شوف يبست صاحبي، اقسم بالله صدقوني يا خوتي، لا يابس يابس. جبت تبريكي، راني شافي نحيت صباطي حاشاكم، برد، شوف يا بدي رجليا جمدو، وقاعد بالبريكي شاعل النار في رجليا من تحت باش نسخن روحي، يابس، تجمد. ومن 3 تاع الصباح وانا نتمشى في لافيل،
نتمشى وندور 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 حتى بان الحال، حتى بان الصباح، غير باش ندفى ما فاهم. في ذاك النهار هذا هو بان الحال الصباح وكل شيء، والحالة تغيمت وبدات الشتاء. هذه الليلة الأولى بدات الشتاء، أضرب 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 أضرب، طاح الليل ما كاش وين نبات، سيب روحي بعيد برا الشتاء ما حبستش. الليلة الزوجة هذه وقولي سما الليلة الأولى تاع الشتاء راك فاهم، وزيد تاني الليلة الثالثة الشتاء والبرد الريح يا ودي الميزيرية مشمخ، لابس ديك الفيستا شوف هي في ديك الفيستا ديجا توزن 2 كيلو، مع تشمخت ولات فيها 5 كيلو، الصعكاد وحالتي حالة رجلية مشمخين تقاشر جامد داني ولا نتمشى مع الزنق نتمشى شوف ضرب ضرب. الليلة الثالثة الليلة الرابعة يابس الشتاء يقول لك ما حبستش. الليلة الخامسة الليلة الخامسة شوف قول مع العشية قبل الليلة فاهم، مع العشية دخلت السكايب باسكو فما انترنت سيبر كافي عندهم داك السيبر وكاع سيبر تنجم تقول فما انورو وقيلة وهذاك الوقت انورو للساعة تما تخلص 2 اورو ساعتين تدفى راك فاهم، لداخل كاين كليماتيزور شوفاج وكل شيء. دخلت راني مكونيكتي من فيسبوك ديك 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 حليت سكايب نص يعيطولي واحدين لا فامي تاعي في فرنسا شكون تبع مليح يعيطولي ويسقسوا عليا واش راك صافا منا ديك ديك ديك. قلت لهم يا ودي فوالا انا راني في طاليان راني في ميلانو وهذه الليله تما هذو 4 ليلات راني برا راني مشمخ راني عيان ما عنديش دراهم بزاف وراني سوفري وما راني سايبوني نبات وما نعرف حتى واحد. قال لك ابدي استنى تشوف ما تقطعش، خلوني هكاك في الفيديو كونفيرونس وجبتو تليفون وعيطوا قدامي عيطوا قدامي الوحده لا فامي تاعهم عندها خوها تبع مليحه عندها خوها في ميلانو عيطوا لها هي مراهي معاهم مولين وعيطت لخوها هضرت معاه قال لها خوها ماشي مشكل نبيتو نديه نديبالي والله العظيم يجي قالوا لي وين راك بلاصه نعتنا البلاصه منا ديك ديك سقسيت فما الجماعه قالوا لي كيسموها منا جا السيد هذا قال فاميلتي قال لهم قولوا له ما يبوجيش منا ما يبوجيش من ديك البلاصه راه دوك نجي. وبعد نص ساعه جا صابني في السيبر مغربي راك فاهم مغربي جا دخل انت هو فلان وانا هو فلان تك مرحبا بك السلام عليكم اي تفضل. دوك انا على نيتي انا ماني كذاب ما راني طالب من انسان زعما باش يعاونني ولا عرفا انا كون ماشي لافامي هما اللي عيطوا ما نحوش دوك انا على نيتي نشوف ما نخدع ما نسرق ما ديجا مليني في الغربات نجم نقول ما درت صوالح اللي نندم عليهم. نتمشى انا وياه قلت له يا ودي الله العظيم قلت له هذه الليله الخامسه وراني جاي من لا سويس وشتا راني بردان وواحد ما رفدنيش. قال لي الليله الخامسه راك برا قلت له واه الليله الخامسه قال لي علاه الليله الخامسه راك برا راك فاهم مخلع. قلت له راك جايب قلت له حالة واحد ما عندوش شروق ما عندوش الورق حراق اقسم بالله. قال لي ما عندكش الورق قلت له واه ما عنديش الورق قلت له علاه ما قالوا لكش لا فام. قال لي لا 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 ما قالوا ليش. قال لي اسمح لي يا خوي ديريكت في الوجه اللي سمع لي يا خويا قال لي انا مانيش باغي نروح للمشاكل قال لي ما نقدرش نديك معايا قال لي انا كنت عازب عندك الاوراق قال لي كيما انا قال لي كنت عازب عندك الاوراق قال لي قال لي كيما عندك الاوراق اسمح لي ما نجيبش انا نديك بيتك عندي. قال لي صعيبه صعيبه الحاله قال لي اسمح لي وجا رايح يا في وجهي يعني نقول لك. قلت له معليش خويا الله يعاون الناس اسمح لي واسمح لي لا ديرونجيتك ومنا. قال لي انا كنت عرفت باللي ما عندكش قال ما نجيش ومنا ودي بلاصيت وصوالح. قلت له اسمح لي يا خويا انا واش ذنبي انا كي ما عنديش الورق زعما ما سمحوا لي راني عايش راك فاهم غافني عمري ما نكذبش عليك. يا معليش دار الليل الشتا رحت لواحد البلاصه كشيت ونشتني نقول لك تزبر درت 12:30 تاع الليل البرد. قلت والله العظيم الا توغلت شويه في المدينه نشوف العقليه كي راهي تدور الدور في ما في ميلانو زعما بالك ما نطيح في واحد. نمشي 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 فارغ الطريق حتى عند كروازه بواحد
سكران كوما يا وديني نقول لك مقلي، والقرعه تاع الدره في يده، جاب لي القرعه يمكن كروازيت انا وياه، شو انا تكروازيت معاه، هو حبسني السيد هذا حبسني، جانا غنكون عبري في اللاش ولا كبير عليا غير عامين ولا. قال لي بالطليانيه، قال لي عندك البريكيه فاهم، عندو قارو ما عنديش بريكي، هضر معايا بالطليانيه، انا هضرت معاها بالعربيه قلت له عندي عندي. قال لي عربي يقول ما حسبنيش بلي، قال لي انا ما حسبتش بلي عربي يا صاحبي، قلت له فاهم من باب اللي لابس مليح وكل شيء مرازي كيما هكا وكاع بلون. قال لي عربي، قال لي ما حسبت، قال لي نحسب بالطلياني، قلت له لا قلت له عربي. قلت له يا بدي راني هنايا في 5 ايام، قلت له هذه الليله الخامسه راني هنايا ما نعرف حتى واحد، راني حاصل الله، قلت له ما صدتش حتى وين نبات. قال لي شكون؟ قال لي انت تزيري، قلت له انا تزيري. قال لي يا بدي ما تعرف حتى واحد، انا قلت له ما نعرف حتى واحد. هي قال لي مرحبا بك مبيتك ورا المشكل، درت 2 مليون معاه، انا عارفه ما يعرفني عمره ما شافني. يا خويا انت مشى وانت مشى وانت مشى وانت مشى، وقاعد يحكي لي يحكي لي يحكي لي على خوه وعلى دارهم وكل شيء، شعر شعر ربك فاهم، وخوه فما في الطليان مسكين. انا قلت بالك هذا السيد راه رايك مسخربيه ولا فاهم، ولا بس مليح السيد. حتى نوصل واحد البلاصه هكا جبد المفتاح للدار، دار الضو كاين، الماء كاين، الدافيه الحاله كاع شتا كاين، صنع لي شومبر الله يبارك السيد، وطيب لي قهوه. وقال لي كيف هكا، قلت له ودي نحرق. قال لي يا ودي مرحبا بيك وعلاه وحرق ورا المشكل. قال لي والقش عنده قش، ولي ودي لي نايك لي اديداس لي ريبوك كاع لي مارك نيو بالانس كلش، السرا والفيستا الكاسكيط على الشاشيات يا ودي السبا بطق 10 الحبوبه كلش يزيد، انا نقول لك بالتيكي محطوط هكا محطوط مستف، ما عمليش السيد اسكو يخدم المارشي ولا يخدموا لي طراج الله يسهل. قال لي شو؟ قال لي راه مش حوايجك مش مخين، قال لي قلع حوايجك ولبس شاد بغي منا، رفد قواش تبغي، قال لي رفد اللي بغيتها ولبس اللي بغيتها وما تعمرش راسك وما تخلص حتى سنتيم. قلت له يا انا قانعك فاهم، هذوك ماشي سي تدبيتني، دوك نلبس لك صباط وندي لك فيستا وتريكو. قلت له لا يا خويا الحمد لله، انا ديجا الساكادو راه فيه شويه قش ناشف، نقلع هادو ونخليهم ينشفوا ونبدل الحوايج. وكيما كان الحاله والله شو بيتني مسكين، ودوشت عنده وطيب لي كيما قلت لكم قهوه، وصنع لي فراش لاباس به نقي وكل شيء، ورقدت عنده شو من قول من 12 تاع الليل ولا من الوحده تاع الصباح حتى للزوج تاع النهار غدو منك، حتى اللي ما رقدش في 5 ايام فاهم ولا 4 ايام ولا برا ما رقدش. رقدت تاني نقول لك رقده ما حصلت واحد الكال مروه. كي جيت كي نضت هو كان مازال راقد، الزوج تاع النهار كان مازال راقد مسكين، لبست قشي وكل شيء، جيت رحت عنده الشومبرات تاع افطن. قال لي واش خويا، قال لي راك باغي تخرج؟ قلت له لا، قلت له راني رايح غير بيت نبقيك على خير. ناض مسكين قال لي خويا تبقى على خير وربي يسهل لك امورك وتهلا في روحك وان شاء الله ربي يكون معاك، راك شوف فيه شوف 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 الخير تلقى في الكوليك راك فاهم، وما تلقاش في واحد بوراقيه زعما. المهم شوف اللي شوفنا، هاد اللي بقات لي في راسي الدور. يا خويا المهم خرجت، قال لي تهلا في روحك، من خرجت حكمت تران واحد اخر من ميلانو ورحت لتورينو، ومن بعد في تورينو سهل لي ربي يا فاهم، والدنيا كيما هكا زعما. باش نقول لكم كاع من الفيديو اللي شفتو كاع دو العبره من حياتي ولا من هاد القصص اللي نحكيهم لكم يا خوتي، والله ما تدوشوف الا ما كتب لكم ربي، والغربه هذه لازم تتمحن لها ولازم تصبر لها، لازم تصبر لها بالشي اللي كاين. القطه فيا اروح 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 ما فاتش. ولا كيما قلت لكم هاد الغربه هذه لازم تصبروا لها تو سامبلومون. اللي راه باغي يجي هنايا، انا نعطيكم نصيحه من عندي، اللي راه باغي يجي لهنايا الغربه هذه ما تستنى من حتى واحد يرفدك، رفد روحك بروحك وتبع المكاتب راه فاهم، وتبع المكاتب ها اروح، هي اروح اروح نفتح عليك الباب، اروح 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 واروح.
هاي اروح 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 ما بغيتش تجي اروح هي هاي واه واه اللي نسمع. المهم فوالا هذا هو الشيء اللي بغيت نوصل لكم خاوتي. ديروا في بالكم حاجه، شوف ما تدو الا ما كتب لكم ربي، والصبر. والناس اللي راهي مع ولاد جي دوها من عندي عبره باللي يا ودي ما كاش اللي راح يرفدكم اذا جيتو. معليش انايا راكم رايحين تتمحنوا، راكم رايحين تسوفروا، راكم رايحين تجوعوا، راكم رايحين تبردوا، راكم رايحين يصرى فيكم الباطل الباطل المبطول. فوالا ماشي سهله ماشي سهله باش توصل للدوله ولا المكان اللي ما تعرف فيه حتى واحد، وثقافه مبدله ولغه مبدله ونظام كاع ما واحد اخر، راك فاهم؟ مشكله مشكله، لكن بالصبر والشجاعه والشجاعه كما يقولوا، فاهم؟ بالصبر والشجاعة، وتكون تكون عندك كوراج وكل شيء، وتكون صبور إنسان تمحنت في بلادك وشت ذقت المر، كي تجي هنايا دومي مال كيما نقولوا، راك ديجا تغربت في بلادك، راك فاهم؟ مي واحد اللي زعما ما يقدر لهاش، والله لا صعيبة، راك فاهم؟ صعيبة صعيبة، سيرتو كي ما تكونش عندك الاكسبيريونس، مي سهلة. المهم هذه هي، وتهلاو في روحكم. أيا مع السلامة، تلاقاو في ساعة تاع بدنجال.